قريت كتير وسمعت كتير عن زيت الزيتون وعن قيمته الغذائية وعن فوائده العظيمة، فحبيت ان انا اعمل فيديو دوت واعرفكو الحاجات اللي انا عرفتها. فيلا بينا على التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. زيت الزيتون هو زيت ناتج من عصر او ضغط ثمار الزيتون، وشجرة الزيتون بتنمو في حوض البحر الابيض المتوسط، وبيستعمل زيت الزيتون في الطبخ وفي الصيدلة وفي الطب وفي إشعال المواقد الزيتية وفي الصابون. وزيت الزيتون مستعمل بكثرة ليكون غذاء صحي غني بالدهون المفيدة والفيتامينات، وبتعتبر 85% من الدهون الموجودة فيه صديقة للقلب. في هناك أكتر من 750 مليون شجرة زيتون تزرع في جميع أنحاء العالم، 95% منها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أكتر الإنتاج العالمي يأتي من جنوب أوروبا والمغرب العربي والمشرق العربي، وفي أسبانيا وحدها أكتر من 215 مليون شجرة على مساحة قدرها يعني 2 مليون هكتار، أي ما يعادل 27% من المساحة المزروعة في العالم. الإنتاج العالمي في سنة 2002 كان 2.6 مليون طن متري، واللي أسهمت أسبانيا بنسبة 40% إلى 45%، بتليها بعد كده تونس بنسبة 7%، وبعد كده تركيا في عام 2006 أنتجت نحو 5% من الإنتاج العالمي، نسبة مماثلة لمقاطعة خاين الإسبانية وحدها. 93% من الإنتاج الأوروبي بيأتي من أسبانيا وإيطاليا واليونان والأردن وسوريا وتركيا. القيمة الغذائية لزيت الزيتون، كل 100 جرام من زيت الزيتون بيحتوي على الطاقة 885 سعرة حرارية، الكربوهيدرات 0 جرام، الدهون الكلية 100 جرام، الدهون المشبعة 14 جرام، الدهون الأحادية الغير مشبعة 73 جرام، الدهون متعددة اللا إشباع اللي هي غير مشبعة 11 جرام، أوميجا 3 3.5 جرام، أوميجا 6 21 جرام، البروتين 0 جرام، فيتامين ه 14 ملي جرام، فيتامين كاف 62 ميكرو جرام. فوائد زيت الزيتون، في أسطورة بتقول إن شجرة الزيتون هي معجزة للبشرية، وأعلنت توماس جيفرسون بأن الزيتون أغنى هدية من السماء. فزيت الزيتون أغنى من الذهب، وبيعتبر زيت الزيتون كنز، عشان لان هو برضو لونه ايه، اصفر ذهبي لون الذهب، وهو ممتاز واستمر على كده لعدة قرون. بس في السنوات الاخيرة ظهرت لزيت الزيتون فوائد كتير وعظيمة، وتحولت الى حقيقة فعلية وملموسة، وظهرت العديد من الدراسات اللي بتؤكد الفوائد المذهلة لزيت الزيتون. فوائد زيت الزيتون الصحية، زيت الزيتون بيزود من مرونة الشرايين، عند تناول معلقتين يوميا تجعل الإنسان أكثر قدرة ومقاومة على الجلطات الدماغية والأزمات القلبية. وزيت الزيتون بيقلل من مستوى الكوليسترول، حيث يحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول والتي تساعد الإنسان في الحفاظ على مستويات الكوليسترول ولا يتجاوز المعدلات الصحية. زيت الزيتون
بيستعمل بكثرة عشان هو غذاء صحي غني بالدهون المفيدة والفيتامينات، وبتعتبر 85% من الدهون الموجودة في زيت الزيتون صديقة للقلب، وكما تساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم. زيت الزيتون بيساعد في التقليل من قرحة المعدة. زيت الزيتون بيقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية عند كبار السن، يعني لما كبار السن بيتناولوا زيت الزيتون بانتظام ده بيساعد على زيادة حمض الأوليك، وذكرت الدراسات سنة 2011 إنه بيقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدماغية. وزيت الزيتون أيضا بيقلل الشعور بالجوع، تخلي الإنسان ما يشعرش بالرغبة في تناول الطعام وعدم الحاجة إلى السكر. وبيقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بأمراض القلب عند النساء. وجدت دراسة إيطالية بتأكد وبتقول إن لازم الإنسان يتبع النظام الغذائي اللي بيحتوي على زيت زيتون والخضروات الورقية والفواكه، وأشارت الدراسة إلى إنها تخفض من معدلات الإصابة بمرض القلب عند النساء. بيستخدم زيت الزيتون في علاج حروق الشمس، بيستخدم كبلسم لعلاج الآلام الناتجة عن حروق الشمس، فهو بيساعد خلايا الجسم على بقائها رطبة ولينة. ويمكن عمل خليط عند وضع كمية متساوية من زيت الزيتون والماء في وعاء محكم الغلق وهزه جيدا، ثم نضعه على أماكن حروق الشمس. زيت الزيتون بيقلل من ظهور حب الشباب، وبيساعد في التخلص من بعض أنواع حب الشباب، ودوت بخلطه خلط زيت الزيتون مع الملح وبيدلك بيه البشرة اللي هو عنده حب الشباب، بيدلك بشرته بزيت الزيتون مختلط مع الملح. وزيت الزيتون بيحمي خلايا الدم الحمراء، وبالتالي القلب برضه بيحميه. مع مرور الوقت بتتأكسد الخلايا، وده بيؤدي إلى ظهور آثار الشيخوخة المبكرة. وبتعمل مادة البلوفينول اللي بتوجد في زيت الزيتون فاعلية في حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة، واللي ذكرته دوت دراسة في عام 2009. زيت الزيتون بيقاوم مرض سرطان الثدي، بيحتوي على مواد كيماوية نباتية، حيث أثبتت دراسة في عام 2008 إن زيت الزيتون بيعمل على قتل الخلايا السرطانية. وزيت الزيتون بيحسن من عمل الذاكرة، أثبتت الأبحاث إن زيت الزيتون بيعالج فقدان الذاكرة اللي بيصاحب مرض الزهايمر. زيت الزيتون بيمنع من حدوث الأزمات القلبية للرجال. أظهرت دراسة أجريت في عام 2008 إن الرجال اللي بيتناولوا 2 أوقية على الأقل من زيت الزيتون ده بيقلل من خطر إصابتهم بالأزمات القلبية بنسبة 82%. وزيت الزيتون أيضا بيساعد في الحصول على شفاه ناعمة ونضرة، فهو بلسم رائع عند استخدامه مع شمع العسل ووضعه في وعاء زجاجي صغير مع تطبيقه أو وضعه على الشفاه بالإصبع. وأيضا زيت الزيتون بيساعد التمتع بحياة صحية في سن الشيخوخة. أثبتت الدراسة إن أكتر نظام غذائي صحي يجب أن يتضمن على زيت الزيتون، وعلى الرغم من إن هناك العديد من العناصر الغذائية زي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك بتلعب دور هام في نجاح النظام الغذائي، بس العلماء بيعتقدوا إن كل هذه العناصر من غير زيت الزيتون مش هيبقى ليها فايدة بدرجة عالية. بيعتبر زيت الزيتون غذاء غني بالسعرات الحرارية، عشان كده محدش يحاول ان هو يكتر منه، يعني الواحد يحاول ان هو يتجنب زيادة الكميات عشان ما يبقاش سبب في زيادة الوزن. ومع كده برضو
أظهرت دراسة في عام 2008 إن زيت الزيتون مع زيت الجوز لا يتسبب في زيادة الوزن. يعني زيت الزيتون لما نحط عليه زيت جوز الهند دوت ما يتسببش في زيادة الوزن. وبيعتبر زيت الزيتون وسيلة سهلة لإضافة المواد الغذائية إلى نظامنا الغذائي، ويتم استخدام زيت الزيتون البكر وهو زيت غير مكرر، ويتم الحصول عليه من زيت الزيتون المالح، وبيتم تكرير الزيوت باستخدام الحرارة أو الإجراءات الأخرى. وبيساعد زيت الزيتون أيضا في علاج الأمراض التنكسية، حيث تعمل المواد المضادة للتأكسد على تقليل تأثير الأمراض التنكسية على الجسم. أثبتت الدراسات إن زيت الزيتون بيستخدم بشكل عام لتحسين الصحة، وبيعتبر زيت الزيتون مصدر هام لمضادات الأكسدة والفيتامينات، وبالتالي فهو من الأطعمة الصحية. وبتحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة صغيرة جدا من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية. وزيت الزيتون بيقلل من ضغط الدم، أثبتت الأبحاث أن زيت الزيتون بيساعد في خفض ضغط الدم. وزيت الزيتون بيقلل من حمض النتريك لكي يكون في المستويات الطبيعية، وثبت أن زيادة حمض النتريك تعمل على زيادة ضغط الدم، وبالتالي فزيت الزيتون يعمل على تقليل ضغط الدم. يعتبر زيت الزيتون جزء أساسي لأفضل نظام غذائي يريد الإنسان أن يحصل عليه، بيساعد في الحفاظ على شباب لفترة أطول وصحة جيدة. زيت الزيتون بيقلل من السلوليت. لما نخلط زيت الزيتون مع القهوة بيستخدم كعلاج موضعي لمعالجة السلوليت. وزيت الزيتون بيساعد في التخلص من أضرار أشعة الشمس، طبعا هو صحي وأحسن من ما أحسن من نشتري المنتجات الكيماوية التجارية، فطبعا هي مضرة على الجلد وعلى البشرة. يمكن عمل مزيج من زيت الزيتون مع القهوة ووضعه في حوض الاستحمام، فله تأثير ساحر. وزيت الزيتون بيعمل على تخفيف آلام الأسنان، فزيت الزيتون عنصر أساسي في وصفات الأسنان. فوائد زيت الزيتون للبشرة: بيعمل زيت الزيتون على تنظيف البشرة حساسة. وقدماء المصريين والإغريق والرومان زمان ما كانش عندهم صابون عشان ينظفوا بشرتهم، بس هما كانوا بيستخدموا زيت الزيتون في تدليك البشرة وتنظيفها. زيت الزيتون بيعمل على قشط الأوساخ والجلد الميت، ودلوقتي أو الأيام دي بيصنعوا أكبر تشكيلة من الصابون وبيدخلوا فيها زيت الزيتون كعنصر أساسي. بس كتير من الناس بيفضلوا إن هما ينظفوا بشرتهم بزيت الزيتون. التنظيف الجيد للبشرة: بيعمل زيت الزيتون على تقشير الجلد الميت، وبيمنع ظهور البشرة باهتة، وده عند خلط زيت الزيتون مع معلقة صغيرة من السكر أو الملح، ونحط الخليط دوت على البشرة وندلك برفق أو بلطف. ترطيب البشرة: بيعتبر زيت الزيتون أقرب زيت طبيعي في التركيب الكيميائي للبشرة من أي نوع تاني، وبيتم استخدامه في غسل الوجه واليد. وزيت الزيتون بيمنع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة قبل الأوان، وبتعمل الخصائص المضادة للأكسدة على عدم تأكسد خلايا الدم الحمراء، وبالتالي بيحافظ على خلايا البشرة من التأكسد، وذلك عند تناوله بانتظام. عندما نتناول زيت الزيتون بانتظام، زيت الزيتون لا يسد أبدا مسام الجلد ولا يسبب البصور. زيت الزيتون بيخترق الجلد وبيسيبه سلس حريري بدون أي شعور دهني. وزيت الزيتون بيمنع حدوث ترهل الجلد. مادة السيكولين التي توجد في زيت الزيتون بتزيد من مرونة الجلد،
وبتتركه ناعم متوهج. وترطيب القدمين عند تدليك القدمين بزيت الزيتون والعسل والسكر وعصير الليمون، ونقع القدمين في ماء دافئ، وتكرر هذه العملية بصورة منتظمة. ده بيعمل على ترطيب القدمين. وزيت الزيتون بيحمي البشرة من أشعة الشمس. زيت الزيتون بيحمي البشرة من أشعة الشمس. ده عند استخدام زيت الزيتون بصورة منتظمة. وبيعتبر زيت الزيتون أحد مستحضرات التجميل المثالية، فيمكن استخدامه مع شمع العسل لترطيب الشفاه أو كأحمر خدود، وبالتالي فهو مستحضر تجميل غير مكلف. وزيت الزيتون بيعطي تأثير فعال عند إضافته إلى أقنعة البشرة المنزلية. كل الوصفات كلها سواء كانت أقنعة التقشير أو التنظيف فهو بيدخل في معظم الوصفات، بس إيه مكلف وأفضل بكتير من منتجات العناية بالبشرة التجارية باهظة التكاليف. عند خلط زيت الزيتون مع العسل والبيض يشكل قناع الجمال، وهو من الوصفات القديمة. فهو يتكون من معلقة من العسل ومعلقة من زيت الزيتون وصفار البيض، وخلطهم معا وتدليك البشرة بالخليط لمدة 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ. وبيستخدم أيضا زيت الزيتون مع الأفوكاتو لعمل قناع الوجه المنزلي، فهو يجعل البشرة سلسة ورطبة. وده لما نسيب الخليط على الوش أو على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم ايه غسله. يستخدم زيت الزيتون في تحسين مظهر البشرة الداخلي والخارجي لما طعامنا أو نظامنا الغذائي بيشتمل عليه، وبيساعد في بقاء الجلد بصحة جيدة. استخدم زيت الزيتون منذ العصور القديمة لتعزيز القيم الروحانية، فقد استخدم القدماء في التدليك، وغالبا ما تم استخدامه مع زيت القرفة عند التدليك. وزيت الزيتون بيرجع ليه الفضل في جمال النساء. ذكر الكاتب الفارسي القديم ان الزوجات الذين يستخدمون زيت الزيتون يصبحون من الجميلات. وبيرجع الفضل في جمال العديد من النساء الى حمامات زيت الزيتون والاستعمال المنتظم لزيت الزيتون. وبيدخل زيت الزيتون في العديد من أنواع الصابون الجيد، أو صابونة في العالم صنعت من زيت الزيتون. ولحد دلوقتي بيعتبر زيت الزيتون عنصر أساسي في صناعة الصابون. بيستخدم زيت الزيتون في مسح المكياج. عندما تستخدم المرأة زيت الزيتون في مسح المكياج، بتجيب قطعة من القطن مزودة بزيت الزيتون وبتمسح بيها ايه وجهها برفق. وطبعا معظم المنتجات وكده بيحذروا من وضع اي شيء تحت العين عشان في مواد كيماوية داخلة فيها. فلا، زيت الزيتون اما بتيجي تمسح بيها ايه وجهها بتمسح تحت العين بأمان بدون اي خوف. زيت الزيتون مفيد جدا في شد وتألك البشرة. لما نخلط كمية متساوية من زيت الزيتون والماء في وعاء محكم الغلق وهزه جيدا، ثم وضعه على البشرة، ده بيفيد البشرة جدا. زيت الزيتون تم استخدامه منذ العصور القديمة كزيت تدليك حسي. يمكنك استخدام زيت الزيتون بدل من المسكرة، فهو يعمل على تكثيف الرموش، وبالتالي بيعمل على تألق الرموش والحاجبين. بيعتبر زيت الزيتون من الزيوت العطرية الرائعة، عشان كده يمكنك استخدامه عند الاستحمام. بيعمل زيت الزيتون على تهدئة الجلد الحساس للأطفال، فيمكنك استخدام زيت الزيتون بدلا من انواع زيت العناية بالطفل للتخلص من اثار الحفاضات.
ويمكن أن يستخدم زيت الزيتون بدلا من كريم الحلاقة للحصول على حلاقة مريحة. وبيقلل زيت الزيتون بيقلل من ظهور علامات التمدد عند خلطه بزيت عند خلط زيت الزيتون مع الكاكاو، بيعمل على تقليل ظهور علامات التمدد. فوائد زيت الزيتون للشعر: زيت الزيتون بيعمل كبلسم للشعر، استخدمه قدماء المصريين زمان عشان ينعموا بيه شعرهم، وهو بيقوي زيت الزيتون بيقوي الشعر وبيجعله أكثر مرونة. وبيعالج زيت الزيتون جفاف فروة الرأس عند استخدامه كبلسم لترطيب فروة الرأس، وبالتالي بيعمل كمرطب لفروة الرأس. وبيستخدم زيت الزيتون كمبرد للشعر، لما نخلطه مع القهوة وندلك به الشعر جيدا قبل استعمال الشامبو. وزيت الزيتون مستعمل بلسم رائع للشعر التالف، بندفي ربع كوباية من زيت الزيتون في درجة حرارة متوسطة، وبندلك به الشعر كويس جدا بزيت الزيتون، وبعدين بنلفه بكاب الاستحمام، بنلف الشعر بكاب الاستحمام أو كيس بلاستيك، وبنسيبه لمدة توصل لساعة على الشعر. بعد كده بنغسله بالشامبو، ولما نعمل كده هنلاقي الشعر ناعم وصحي. وبعد كده زيادة اللون الأسود للشعر: زيت الزيتون عند وضعه مع منتجات العناية بالشعر بصورة منتظمة بيزود اللون الأسود للشعر. بيساعد زيت الزيتون في حل مشكلة الشعر المتسابك، حيث يسهل من تمشيط الشعر وفك التسابك. وبيساعد زيت الزيتون في الاحتفاظ برطوبة الشعر وظهور الشعر لامع ومتألق. وبيعمل زيت الزيتون على منع تساقط الشعر وحل مشاكل الشعر التالف، ويمكنك استخدامه بدلا من المستحضرات الكيماوية. وزيت الزيتون بيقتل الأمل أو القمل عند وضع زيت الزيتون لمدة نص ساعة على الرأس في الشعر طبعا، وتدليك الشعر جيدا، ودوت بنكرره لمدة 10 أيام. وبيقلل زيت الزيتون من ظهور الشعر الأبيض قبل الأوان. وبيحتوي زيت الزيتون على أصباغ بتساعد الشعر في الاحتفاظ بلونه الطبيعي. وزيت الزيتون بيعمل على فرد الشعر المجعد عند رش زيت الزيتون على الشعر قبل التمشيط على الشعر، ده بيساعد على فرد الشعر المجعد. استخدامات زيت الزيتون في الطعام: بيدخل زيت الزيتون في الوصفات الخاصة بالحلويات علشان يدي طعم لذيذ، وأحيانا بيدخل زيت الزيتون برضو في صناعة الخبز. وبيستخدم في القلي عشان بيضمن لينا خروج الأطعمة من المقلاة كقطعة واحدة. وبيدخل زيت الزيتون في وجبات الطعام الغذائية السريعة زي البيتزا، وممكن استبداله بزيت آخر. وزيت الزيتون بيساعد المخبوزات إن هي تبقى طازة لفترة طويلة، حيث يعمل فيتامين إي الذي يوجد في زيت الزيتون للحفاظ على السلع رطبة وطازجة لفترة أطول من أنواع السمن والزيوت الأخرى. زيت الزيتون بديل جيد للزبدة، فممكن نستخدمه بدل الزبدة في وصفات الأطعمة. استخدم زيت الزيتون في وصفات الطعام الإيطالية، حيث تم استخدامه في الصلصات وفي العجين لمنعه من الالتصاق عند القلي. عند خلط زيت الزيتون مع الريحان والجوز والبارميزان والثوم والصنوبر معا بيشكل أفضل صلصة للكعك. بيستخدم زيت الزيتون في حماية الأغذية من التجمد الزائد. زيت الزيتون بيعد من التوابل اللازمة لصحة القلب، فهو يدخل في المخبوزات والعديد من الأطباق الصحية. بيستخدم زيت الزيتون في السلطات مع الخل والتوابل والثوم والليمون
ويمكن استخدامه مع التوم بس أو إضافته مع بقية الأعشاب. بيستخدم زيت الزيتون في قلي الطعام، ولكن يجب أن نتجنب استعمال درجة الحرارة عالية. وفي النهاية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.